أقول لك هؤلاء الكفار لم يعظموا الله، يسبوا الله بالشرك، أنت موحد عظم الله، وما قدر الله حق قدره، وأنت مشرك موحد تعظم الله بماذا؟ توحيد خاص عندنا، توحيد العمل، تعلم الناس التوحيد. كأن أقول لك هذا الكلام، أو أراد والله أعلم كما بدأ اقتداء بالبخاري أن يختم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى ختم بأي كتاب؟ من يعرف؟ إخواننا كيف أهل السنة وعندنا أصح كتاب بعد كتاب الله وما نعرف أحد في الكتب؟ آخر كتاب في كتاب التوحيد، في كتاب صحيح البخاري. نعم الشيخ يقول آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد، معنى هذا أن البخاري يقول أن التوحيد آخر شيء؟ لا، هو بدأ بكتاب التوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد، ومن كان آخر كلام لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة للموت. ختم بالتوحيد وبدأ بالتوحيد، بدأ الوحي بالتوحيد، تمام. ختم بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كان يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض، وهذا يقول يا رب ثقل موازيني بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. وقال يا رب أنت عظيم، ولا يمكن أن شيء يكون يرتفع في هذه الدنيا إلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. إخواننا هذا شرح مختصر لهذا الكتاب المبارك. نحن والله بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. لا يكفي العلم، لابد نتعلم، نعمل، ندعو. تطبيق العمل لكتاب التوحيد هذا المهم عندنا. الخلل نسأل العافية والسلامة كثير. اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الأزمنة، حكمة أرادها الله، والله سبحانه وتعالى لا يختار لعباده إلا الخير. فأنت في هذا الزمن يا أخي تعلم، علم، حقق التوحيد، ادعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى بكل ما أعطاك الله من قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم التوحيد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم ساعة؟